خير مشاهدينا مشاهدي تلفزيون الحياة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. خلينا نقول مش مساء الخير بس، مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء الأمل، مساء كل حاجة حلوة، ومساء صحة طبعا جيدة كده وقوية. ويعمل ايه يا احمد؟ انا تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله كويس. النهارده انا عايز يعني اعبر لكم عن شياكه رنا. النهارده لبس كاجوال مدينا كلنا طاقه، يعني حاسسنا كلنا احنا عاوزين نطلع ننطلق في البرد كده ونجري. كسفتني جدا. وبعدين ده بيدينا احساس بالدفى، ما اعرفش بتسموه ايه بقى ده. ده سكارف كوفيه. سكارف كوفيه جميله جدا بصراحه، مديه يعني بيحسسني بالدفى انا شخصيا. يعني تصدق ان انت احرجتني؟ لا 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 انت دايما شيك، انت دايما شيك. انا الحمد لله تمام. هتكلمنا عن ايه النهارده؟ عاوزين نتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا، هي احنا انتشر جدا او الفتره الاخيره كتير قوي حصل انفصال وعدم تكيف في العلاقه. في العلاقه الزوجيه يعني كتير قوي نسب الطلاق زي ما انت شايفه. النهارده جاي على الست ولا على الراجل؟ لا احنا جينا على احنا جينا على الرجاله كتير. لو تفتكر احنا في البرنامج جينا على الرجاله كتير، عاوزين نيجي كده على الستات شويه، وهنتكلم كلام بيعتمدوا الطب النفسي، الجمعيات كلها بتاعه الطب النفسي في العالم كله بتقول بعض الكلمات او بعض الحاجات اللي احنا مفتقدينها في حياتنا اللي الزوج محتاج يسمعها من زوجته. لو سمعها على فكره الحياه بتبقى لطيفه جدا. يعني الجانب نفسي النهارده شويه، هو جانب نفسي بس مهم قوي في حياتنا. انت شايفه قد ايه يعني، انت لو شفتي في المحيط بتاعك كده، محيط علاقاتك انت شخصيا، لو بصيتي هتلاقي شوفي قد ايه نسب الانفصال. انا مش قادر اقيم ليه نسب الانفصال كتيره جدا في مجتمعنا، بس قد يكون عدم التكيف ده جزء كبير، قد يكون عدم القدرة أو عدم الرضا فيها جزء كبير. فعاوزين نتكلم على بعض الكلمات اللي الست تقولها واللي احنا افتقدناها، لأن بعض الستات كتير قوي مقتنعة إن هي طول ما هي هتحسس زوجها إن هي مش مبسوطة فده هتخليه يشتغل أكتر. يعني هي مش مبسوطة، لا أنا هعمل بقى حاجات زيادة عشان ده هيستفز الراجل إن هو يبذل مجهود أكبر، وده جزء كبير من انهيار العلاقات بيكون بسبب الكلام ده كله. لازم تعرفي إن أنت كلامك في البيت او كلامك لزوجك بمثابه مقياس الحراره نفسها. هو بيقيس قدره العلاقه نفسها. انت كل ما كان كلامك لطيف تكون دايما يقولوا الست هي الترمومتر بتاع البيت. هي بالظبط هي الترمومتر، هي الترمومتر اللي فعلا بيقيس درجه حراره وقوه العلاقه من كلامها. دايما مقتنعين ان الراجل، ما احنا عاوزين نغير الفكره دي، ان الراجل كتير ما بيهتمش بالكلام او الكلام الحلو مش بيفرق معاه، او ان الراجل قوي ان احنا عايزين دايما طول الوقت نقول له ما نديلوش ثقه في نفسه، عشان هو لو خد ثقه في نفسه هيتفرعن. يعني ايوه، يعني هم برضو بيقلقوا. يعني في رجاله تقول ايه، طب هي بتقول فيا كلام حلو وشعر وبتاع، لا ده انا اتنك بقى واعيش حياتي. ما هو دي احنا عاوزين نغير المفهوم ده. على فكره اغلب حالات الانفصال بتكون لعدم احساس الراجل ان هو عارف يوصلها للسعاده. انت كل ما هتحسسيه ان هو بيسعدك كل ما هتلاقيه اكتر عطاء، عنده طاقه ايجابيه اكتر، عنده عطاء اكتر هيديكي بقى. ده حقيقي. من ضمن الحاجات المهمه جدا ان الراجل يسمعها ان انت تحاولي دايما تقولي له انا بثق فيك او انا بثق في حكمك. الراجل بلاش بقى انت قارفني وبتتحكم. بالظبط. انت بتتحكم، مش بس انت بتتحكم، انت كل قراراتك غلط. انت كل ما بتنزل تعمل حاجه غلط، انت تروح تقدم للمدارس غلط، انت يعني كل حاجه محاوله دايما، لان هو كل قراراته غلط. ده بيدي الراجل مفيش احسن واقوى من ان انت تقول الراجل انا بثق في قراراتك جدا. ده بيديله ثقه في نفسه، بيديله يعني قوه، يحس ان هو فعلا عنده قوه في قراراته. لو ما حصلش بيبتدي يحس بان هو يائس جدا ان هو يوصلك للحته دي، ان انت تثقي فيه. وبالتالي هيبدا يدور بره، فاقرب فرصه يعني انت حاولي تثقي في رايه، حاولي ان انت تدي له طاقه ايجابيه كتير جدا. بس مننا اول ما يغلط بقى انفجر فيه. لا لو يغلط دي حاجه تانية هنتكلم فيها. بس هو الفكره ان هو دايما حاولي تقولي له انا بثق جدا جدا في حكمك. ده بيديله قوه، بيديله احساس بالرجوله، وبيخليه يبقى مستمتع جدا. الحاجه الثانيه اعتياد العطاء، فكره ان طول الوقت انت خلاص بقيتي متعوده ان الراجل ده بيروح وبيجيب وبيوفي بيته وبيجيب كل حاجه. دايما حسسيه انا مقدره جدا اللي انت بتعمله. يعني اللي هو كلمه هو عمل حاجه عجبتني، حاجه راضتني، جاب لي اللي انا عايزاه، او ما جابش اللي انت عايزاه. مش لازم يكون جاب اللي انت يعني عايزاه، جاب لي البيت. هو مجرد ان هو راجل ملتزم ببيته وبيوفي حاجه بيته. الراجل مش عباره عن حاجه عماله تشتغل وخلاص. يعني هو احنا عايزين نشيل فكره ان في اغلب الستات بتقول ان الراجل هو مصدر الفلوس، اللي هيجيب الفلوس اللي هنجيب بيها ونعمل بيها كل حاجه. بالظبط. هو كده خلاص. وبرده فكره ان انا ما اقولوش ان انا مقدره اللي انت بتعمله عشان ما يستكتروش، ده مش حقيقي. تمام. كلمه انا مقدره جدا اللي انت بتعمله عشان، دي بتزود الادرينالين، بتخلي الراجل عنده
قدره وقوه ان هو ينجح بشكل غير طبيعي وهيديكي اكتر. فخلينا نتعود نقول للراجل دايما احنا مقدرين اللي انت بتعمله، انا باثق جدا في احكامك. الحاجه الثانيه لازم ما تنهمكيش بقى في شغل البيت ومع العيال والكلام ده كله وتنسيه هو تماما. دايما خلي فيه فتره من الفترات تيجي في يوم من الايام تقولي له على فكره اتصرفي بقى، تودي العيال عند مامتك، تجيبي اختك تقعد معاهم، توديها عند اختك، المهم يكون الاولاد والكلام ده كله مش عائق بالنسبه له. انا النهارده هخرج معاك وهتعشى معاك، هو مفضيه نفسها، انا مفضيه نفسك يعني. عاوزين نعتاد دي احساسه ان هو مازال جذاب ومازال محل اهتمامك. ده بيخليه ياخد قوه جدا للعلاقه ان هو يستمر وان هو دايما يديكي اكتر. وبالتالي كتير جدا من العلاقات بتنهار، يقول خلاص هي بقت مهتمة جدا ومهتمة بمدارسهم بدروسهم بحياتهم ونسيتني انا اصلا. شوفي بقى رنا، شوفي كم كلمه احنا بنقولها حاجات بسيطه جدا، وصدقيني لو انت بصيتي في العلاقات والمشاكل هتلاقيها كلها بتنهار بسبب الاهمال. على الإهمال فكره ده بالظبط. الحاجه الثانيه دايما اشعريه ان هو افضل صديق ليكي، يعني هتقولي مش بس هو الراجل دايما عاوز يشعر ان هو مش مجرد زوج، مش الزوج بس بالظبط، الزوج الصديق الاخ الاب الثاني بالظبط. ده هيديه احساس برضو ان هو مكفي زوجته من كذا اتجاه، هي بتتكلم معاك كصديق، بتتكلمي معاه كزوج، فده بيديله انطباع قوي جدا. فدايما حسسيه بصحبته ان انت سعيده ان هو موجود في حياتك. مش هيحس ان هو سعيد موجود في حياتك ان هو كزوج بس، كصديق. وبعدين انت صديقته، تسمعي مشاكله، تسمعي كل حواراته، حتى لو انت شايفاها ملهاش اي لازمه بس اسمعيها علشان ما يلجاش لواحده تانية تكون صديقه، صداقه بريئه ما فيهاش اي مشاكل بالزبط خالص بالزبط. لكن في الاول وفي الاخر انت هتبقي متضايقه علشان بيروح يفضفض مع واحده تانية، بيروح يتكلم مع واحده تانية، بيحكي لها مثلا عن الحوارات اللي في الشغل، عن مشاكلك انت معاه، فبلاش كده. ده حقيقي، ده حقيقي. لازم انت تحسي ان انت، لا بالاضافه كمان ان انت تفضفضي له، يعني هو يحس ان هو صديق، ده شيء متبادل. ان انت من احسن الاصدقاء بالنسبه لي او احسن صديق بالنسبه لي. طبعا. الحاجه الثانيه كلمه انا غلطانه انا اسفه. على فكره اغلب الستات بتحاول تقحم الرجاله او تجبرهم على ان هو دايما اللي يعتذر حتى لو انت اللي غلطانه. ده مش ذكاء. ده مش ذكاء منك على حاجه، او انت فزتي في حاجه صالح. ان انت دايما هو اللي يعتذر. ايوه. قوه العلاقه بتيجي من قوه الاعتذار ومن القدره على الاعتذار. دايما هو حاسسيه ان انت لا. بس في نقطه برضو يعني يمكن عن تجارب ناس اصدقائي، كلمه انا اسفه معلش اخر مره لما بتتكرر كتير خلاص بتبقى شيء عادي. لا احنا مش بنتكلم يا رنا، اصل الجواز او الارتباط مش معناه ان احنا بنغلط كتير وبنعتذر كتير، اصل دي مش هتبقى علاقه يعني. احنا بنتكلم ان لما بيكون في المفروض العلاقات السليمه المفروض ان الاخطاء دي ما بتحصلش كتير، يعني انت مش مطالبه ان انت كل يوم عندك غلط وتقولي انا غلطانه انا اسفه انا غلطانه. بس انا بتكلم لما يبقى في حاجه محوريه هتبتدي تاثر على العلاقه. لا انا غلطانه انا غلطانه. اغلب الستات بتحاول تقحم الرجاله او تجبرهم على ان انت اللي تعتذر. انا بغلط بس هما اتخانقوا مع بعض او حصل مشكله بينهم وبين بعض، هو اللي يجي يعتذر. او احنا بنتكلم المره دي على دور الست، يعني برضه الراجل مطالب ان هو يعتذر، بس انا بنتكلم على انت تسمعي ايه لجوزك تخليه دايما في حاله من ان هو قادر يوصلك. ما هو بيزهق على فكره طبعا، هو بيقول لك هي ما بتقولش انا اسفه او انا مش حاسه بغلطها او انا اللي بعتذر طول الوقت او انا اللي بعتذر طول الوقت. الحاجه الثانيه دايما حاسسيه انك سعيده. وعلى فكرة كلمة أنت جذاب جدا النهاردة دي كلمة كبيرة جدا جدا، بتقوي جدا جدا في يعني معنويات الراجل. مش بقى إيه أنت بخرش، أنت بخرش. لا يعني دي على فكرة بتحطم في معنويات الراجل. دايما أشعريه أن أنت إيه الشياكة دي النهاردة. أنت النهاردة جذاب جدا. دي بتفرق جدا مع الراجل وبتديله دفعة معنوية قوية. الكلام ده يا جماعة مهم قوي، مهم جدا لاستمرار العلاقات. الانفصال ذات في حياتنا، بمجرد ما نحاول نوفي الكلام ده في المشاعر وفي الاحاسيس الدنيا هتختلف كتير. الموضوع ده مهم جدا، مهم واحنا جدا. اكيد هنتكلم فيه مره ثانيه عشان وقت الانترو خلص. مشاهدينا احنا هنروح لفاصل سريع ونرجع، استنونا في فقرات مميزه ومهمه من طبيب الحياه بعد الفاصل. خير مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه، برحب بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب الحياه. هنتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم جدا، هنتكلم عن علاج السمنه المفرطه. بس
السمنه المفرطه من اخطر الامراض اللي موجوده دلوقتي. بقت مرض العصر وكابوس العصر وكل مشاكل العصر مختصره في كلمه السمنه المفرطه. ناس كتير بتبقى متضايقه منها، مش عارفه تتحرك، مش عارفه تعمل ايه في حياتها، مش عارفه تلبس، مش عارفه تنزل، مش عارفه تتمشى اصلا. بالتالي بتسبب امراض خطيره، في سكر، في ضغط، في مشاكل تانيه اكتر واكتر. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده. كمان يا احمد ما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي، يلجأوا لرجيم قاسي، يلجأوا لدايت، ما فيش اي حل. الحقيقه جراحات السمنه المفرطه من الحاجات اللي بصراحه الواحد بيحس ان هي نعمه من عند ربنا جات لنا. قد ايه هي امنه، قد ايه سريعه في التخلص من السمنه. خلاص قضي الامر بقى، انت قادر تخس، قادر تنزل وزنك، ما انتش قادر تنزل وزنك، عندك العمليات امنه جدا. المهم ما تسيبش نفسك فريسه للسمنه. النهارده هنتكلم بالتفصيل عن جراحات السمنه وقد ايه بقت امان وفيها تطور مع ضيفنا اللي مشرفنا، القيمه العلميه الكبيره الدكتور اسامه خليل، مدرس واستشاري جراحات السمنه والمناظير، عضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنه المفرطه، وعضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحه المناظير. منورنا دكتور. ربنا يخليك، اهلا بيك. انا مشرفنا يعني، مشرفنا في طبيب الحياه، وبنعتبر برضو وجودك معانا اضافه يعني. يا رب نقدر نفيد الساده المشاهدين ان شاء الله. اكيد دكتور، اكيد منورنا يا دكتور. اهلا بيك دكتور. يمكن زي ما قلت السمنه المفرطه بقت مرض العصر وكابوس العصر، بتسبب فعلا مشاكل كتير جدا. عايزين نتكلم مع حضرتك بالتفصيل في البدايه كده عن التكميم بالمنظار وبطريقه بقى مفصله. العمليه بتجرى ازاي؟ الاجراءات اللي بتتم ايه؟ كمان الادوات المستخدمه في العمليه، لان ده سؤال بيلح على كل الناس. تمام تمام. هو التكميم المعده واللي هو السيف جاستراكتومي ديت، هي عمليه بتتم حاليا دلوقتي بالمنظار كامله، منظار البطن يعني، عن طريق فتحات صغيره لا تتعدى ال 1 سم تقريبا. من خلالها بنقدر نستأصل حوالي من 75 ل 80% من المعده. وبالتالي طبعا احنا بنجبر المريض ان هو ياكل حوالي يعني 20% من اكله تقريبا اللي بياكله، او يمكن اقل كمان. فبنجبر الجسم ان هو يبدا ينزل في الوزن. هنا بنجبر الجسم، بنجبر نفسه. الجسم بالظبط، بنجبر الجسم. بنجبر المريض الاول ان هو ما ياكلش، وبعد كده بنجبر الجسم طبعا ان هو يتشبع بالكميه دي، يتشبع بالكميه دي، ويبدا بقى يفقد الوزن الزياده اللي موجود يعني. دي الفكره كلها. فطبعا من اهم مميزات العمليه ديت ان هي طبعا حاليا يعني الحمد لله ما بقتش تاخد تقريبا من 40 ل 50 دقيقه ماكسيمم يعني الحمد لله. من اهم مميزاتها ان المريض بياكل كل انواع الاكل، والامتصاص تحت موجود 100%، ما فيش اي مشكله في الامتصاص. احنا الفكره ان احنا قللنا الكميه تماما، الكميه اللي كان بياكلها قبل كده. فبالتالي ما بنحتاجش فيتامينز معاها، ما فيش نقص فيتامينز، ما فيش. فطبعا دي حاجه مهمه جدا يعني. طبعا بغض النظر عن الجزء الميكانيكال، فكره ان انا قللت الكميه، هل احنا هنا بنستأصل جزء من المعده ليه دور في السمنه؟ هي المعده اساسا طبعا حضرتك عارف المعده اصلا وظيفتها التخزين، وطبعا انها تطحن الاكل يعني بالظبط. بلس طبعا في جزء فوق في المعده، من الجزء اللي احنا بنستأصله اللي هو الفندس بتاع المعده، ده بيبقى مسؤول عن افراز هرمون. الهرمون دوت اللي هو الجريلين دوت مسؤول عن الجوع، ان هو يحس ان الواحد على طول جعان على طول جعان. فده لما بنستأصله برضو من الحاجات اللي هي بتخلي المريض يحس انه مش جعان. بلس ان هو لو حتى لو جاع يعني، ايفن حتى في ناس طبعا الجريلين ده بيتفرز من اماكن ثانيه في الجسم بس بكميات قليله، فحتى لو اتفرز وحس ان هو جعان يا دوبك هياكل حاجه صغيره يحس ان هو خلاص مش قادر ياكل. مين المريض المناسب لعمليه التكميم؟ هو طبعا طبقا لمنظمه الصحه العالميه، احنا اهم حاجه يكون المريض البادي ماس اندكس بتاعه اللي هو معامل كتله الجسم بتاعته يكون معدي اللي هو ال 35، لو بنعتبرها سمنه من الدرجه الثالثه او اكتر، او يكون اقل من 35 بلس ان هو يكون عنده احد الامراض اللي ليها علاقه وطيده بالسمنه يعني، زي السكر زي ما حضرتك قلتي، او الضغط، او الغضروف مثلا القطني، او عدم الانجاب عند الستات. كل الامراض دي ليها علاقه وطيده بالسمنه، ان هو مجرد ما المريض بيخس بنلاقي الحاجات دي تقريبا ابتدت تختفي وتتلاشى يعني. احنا معانا فيديو عن العمليه، معانا فيديو عن العمليه، ودينا العمليه بشكل تمام. اوضح تمام. حضرتك كمان تعلق لنا على الفيديو ده ونوضح للمشاهدين اكتر طريقه اجراء العمليه. اتفضل يا دكتور. بالظبط، هو زي ما حضرتك شايفه كده، ديت فتحات المنظار اللي موجوده. بندخل الاول طبعا بنشوف حجم المعده، وبنشوف يعني بنطمن عليها، وبنبدا نستأصل زي ما هيبدا يبان. بنبدا نستأصل حوالي من 75 ل 80% من المعده. طبعا. وبيتبقى تقريبا حوالي 20% من المعده اللي فاضله بعد كده. فزي ما قلنا ان هو المريض بيبقى مجبر على الدايت، مجبر ان هو بياكل على فكره اللي هو عايزه طبعا، ما عدا الحلويات. دي نقطه برضو مهمه جدا في حضرتك اللي قلت مين المريض اللي مناسب ليها. زي ما حضرتك شايف كده بنستأصل تقريبا 75 ل 80% من المعده، وده اللي بيفضل اللي هو الجزء اللي على الشمال هو ده اللي بيفضل من اللي المعده، اللي هو 25 من حجم المعده الاساسي. ده المعده الجديده بتاعته تعتبر، هي الجزء ده بس.
فطبعا يعني اكله بيقل جدا عن قبل كده. انا طبعاً. ليه بسال حضرتك على فكره، على فكره هم في حاجه اضافيه بتحصل غير جزء تصغير حجم المعده؟ لان اغلب الناس اللي بيعملوا تكميم بينزلوا بيقول لك احنا بناكل طبيعي، يعني بناكل كميات اكل كويسه وما احناش حاسين بالحرمان. تمام. هو بعد يعني بعد مثلا بعد فتره، طبعا بعد حوالي بعد الشهر الثاني او الشهر الثالث بياكل اللي هو عايزه ما عدا الحلويات، هي دي نقطه. وبيخس طبعا، لان هو يعني كان الاول بياكل مثلا طبقين، طبق رز وطبقين رز، دلوقتي بياكل معلقه معلقتين وبيشبع. هو مش حاسس حلويات ما ياكلهاش خالص. هي دي بقى المشكله. يعني هو كان دكتور احمد كان سال الايه مين المريض اللي مناسب. مهم جدا ان هو يكون ما هوش سويت ايتر، مش اكل الحلويات، مش اكل الحلويات، لان هو اللي بيخلي العمليه دي تفشل او اللي بيخلي العمليه ديت المريض ممكن يزيد في الوزن الحلويات. لان احنا شغالين على سبيس، احنا شغالين على حجم، فالحلويات والمشروبات الغازيه والتشوكليتس والحاجات دي كلها بتنزل، ما بتديش صغيره وسعرات حراريه عاليه، سعرات حراريه عاليه بالظبط، فبتخلي المريض برضو ممكن يزيد في الوزن. هل طرق اجراء العمليه بتختلف من شخص لاخر؟ لا، هي بس يعني بالنسبه للمريض، لا هي طبعا احنا بنستأصل تقريبا زي ما قلت لحضرتك، هي دي نسبه ثابته ما فيهاش تغيير. طبعا بالنسبه للجراح بتختلف طبعا من جراح، يعني كل واحد على حسب مهارته وشغله يعني في العمل يعني. تمام. طيب نروح بقى لعمليه ثانيه وهي التحويل المصغر للمعده، عايزين نتكلم عنها بالتفصيل ونعرف برضو مين المريض المناسب ليه. هو تحويل المسار المصغر بالظبط ده، يعني احنا برضو بنصغر حجم المعده، مش بقى بنستأصل زي في التكميم، بنصغر بس حجم المعده. وبعد كده الحجم الصغير للمعده ده بن باي باس لل، يعني بنحوله على طول، بنحاول بنبعد الاكل ما بيدخلش في كل الامعاء، بندخله تقريبا على بعد من مترين، 2 متر زي الصوره دي كده بالظبط. زي دي كده بنخليه يدخل، ما بيمشيش بقى المسار الطبيعي بتاعه اللي هو كان بيمشي في كل الامعاء، وكل طول ما هو ماشي بيمتص، طول ما هو ماشي بيمتص، طول ما هو ماشي بيمتص، بنخليه يدخل على بعد حوالي مترين من الامعاء. فبالتالي طبعا كميه الامتصاص بتقل طبعا، تنزل برضو لحوالي مثلا 10 او 20% فقط من الامتصاص. فطبعا المريض برضو حتى بقى لو اكل، دي بقى بتناسب جدا المرضى اللي هم السويت ايترز، اللي هم اكل الحلويات، اللي هم اكل الحلويات مهما ياكل، يعني حتى لو اكل طبعا مش هتمتص، هتمتص حوالي 10 او 20% كميه قليله قوي منها، كميه قليله منها بس. طبعا يعني ليها برضو دروب باك، اللي هي المشكله ان هو زي ما بيمتصش الكربوهيدرات والفاتس والحاجات دي ما بتمتصش، الفيتامينز ما بتمتصش، والمعادن الاساسيه في الجسم ما بتمتصش، الحاجات المهمه بالظبط. عشان كده لازم المريض بعد التحويل المسار المصغر لازم يبدا ياخد فيتامين. دي برضو من الحاجات المهمه جدا، نقطه مهمه جدا بقى، يعني نقطه عامله لنا كلنا سعاده بصراحه. هل ليها تاثير على مرض السكر فعلا؟ طبعا طبعا، دي سعاده على فكره يعني مرضى السكر طبعا طبعا. الحمد لله، الحمد لله يا رب، يعني معانا مرضى كتير كانوا عندهم سكر وكانوا عندهم ضغط، والحمد لله يعني في ناس سواء مع طبعا التحويل نسبه شفاء السكر منها اعلى بكتير من التكميم. بس طبعا في الاثنين يعني الحمد لله في نسبه كبيره، الحمد لله ربنا شفاهم من مرض السكر. يعني الواحد دايما لما يشوف الشباب اللي هم 35 40 سنه مع شويه سمنه سكر بسيطه مع شويه سكر، ده بيضايق طبعا، بيزعل ويضايق طبعا. وهم دول اكتر ناس على فكره بيستفيدوا، يعني اللي هو المريض السكر الحديث اللي هو لسه مثلا يا دوبك مكتشف السكر سنه مثلا بتاع، غير طبعا اللي بقاله 20 25 سنه مثلا، يعني برضو بتفيده على الاقل. اللي كان مثلا بياخد انسولين بقى ياخد مثلا، اللي كان بياخد حقن بقى ياخد قراص، اللي كان بياخد 3 4 انواع قراص بقى ياخد مثلا نوع واحد، يعني واحد برضو بتفيده طبعا الحمد لله. طيب ايه اللي بيميز عمليه تحويل المسار المصغر للمعده عن عمليه التكميم، غير طبعا ان هي بتهم اكتر اكل الحلويات؟ هي زي ما قلت لحضرتك ان هي يعني حتى برضو ان هو حتى لو في مرضى ممكن بعد فتره ممكن يبدا يرجع، يعني حتى اكل لو هيبدا ياكل حلويات او كلام من ده كله، فهي بتميزها ان مش هيبقى فيه امتصاص. يعني حتى لو المريض مثلا ممكن لو بياكل بعد كده دهون، لو بياكل حاجه برضو الامتصاص هيقل. فطبعا دي تميزها. الحاجه الثانيه زي برضو ما دكتور احمد قال، السكر نفسه يعني نسبه شفاء المرض السكر مع التحويل المسار اعلى بكتير من نسبه شفائه مع التكميم. طيب التحويل المصغر للمعده في اختلاف عن تحويل المسار القديم؟ في اختلاف تكنيكال معانا احنا، يعني احنا كدكتور في اختلاف معانا في التكنيكال نفسه، في الشغل نفسه بالظبط. انما يعني كريزلتس هم اولموست ذا سيم، يعني المصغر والتقليدي هم تقريبا كنتائج. هل زاد في امانها شويه؟ طيب طبعا طبعا، يعني هي زادت فكره زاد الامان، زادت فكره الامان. لما بقول حركه تكنيكال بتفرق معانا احنا، دي يعني دي بتبقى توصيله مثلا واحده، لا دي كانت توصيلتين. فطبعا مخاطر بتبقى التوصيله دي حاجه كبيره جدا طبعا، بتقلل في الوقت، بتقلل في وقت العمليه جدا، وبتقلل في المخاطر، مخاطر العمليه نفسها يعني.
بلس ان هي برضو موضوع الفيتامينز برضو يعني نسبه ان هو ممكن ما ياخدش فيتامينز كتيره بعد كده اقل من التقليدي القديم تحويل المصري القديم بالظبط. هل سؤال بقى برضو بعض الناس بتتكلم فيه، هل التغير اللي بيحصل انا خسيت او عملت التكميم وعملت تحويل مسار، خسيت 50 كيلو زي ما احنا بنشوف كله بينزل 40 و50 كيلو و70 و80، انا ضامن ثبات هذا النزول ولا ممكن ارجع تاني في الوزن؟ بص حضرتك مع التكميم لو مفيش حلويات دي يعني بنقعد نكررها كذا مره، ان شاء الله الثبات ده بيبقى ثابت، بيفضل خلاص دي حياه جديده، ده كانه واحد جديد وابتدى حياه جديده وخلاص وهيفضل على كده لانه مش قادر ياكل. طبعا اللي بيبوظ العمليه دي او اللي بيحصل ان هو يزيد في الوزن تاني هي الحلويات. تمام. مع تحويل المسار لا يعني ان شاء الله مفيش رجيم خلاص، يعني انا لو من اكل الحلويات او سويتي اتجه لتحويل المسار، انا اتجه لتحويل المسار من البدايه بقى، وده اللي احنا بناكد عليه في المرضى عندنا قبل ما نعمل عمليه متاكد طبعا متاكد ان هو مش من اكل الحلويات، لان بعض الناس مثلا بيبقى فاكر الحلويات دي مثلا هو السكر بس بيبقى ناسي ان مثلا المشروبات الغازيه والحاجات دي حلويات، او يبقى ناسي ان هو مثلا عصاير او ايس كريم يعني كده. دكتور في ناس بتتخيل ان الحلويات يعني صينيه بسبوسه بالظبط. عارف انا دي قهوه انا عندي من اللي هي الفلويد من السوائل يعني دي برضو اوكي هياكل منها وهتبقى مشكله، بس مش هيعرف ياكل زي البيبسي مثلا او زي المياه الغازيه هتنزل مش حضرتك فاهم قصدي. اعتقد ان بعد ما نزل يعني يا رنا هي دي المشكله كرمه يعني هيضيع الحاجات دي تاني هيقطعها المفروض طبعا المفروض. طيب ليها اي مضاعفات يا دكتور؟ عشان دايما الناس كلمه مضاعفات بيخافوا منها شويه. طبعا طبعا. بصي يعني اللي يقول للمريض ان العمليه ما لهاش مضاعفات يبقى بيضحك عليه، ما فيش عمليه في الدنيا حتى اللوز حتى الولاده طب حتى وزن عالي يا دكتور اسامه. طب يعني انا 150 كيلو عندي بلاوي يعني قد كده هقيمها بمضاعفات؟ هي دي النقطه. بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا دايما بنوزنها بنفيت ريسك، يعني بنقول ايه الفوائد وايه المضاعفات. المضاعفات بتاعت العمليات السمنه كلها من 1-2% يعني لا تتعدى 1-2. طب مضاعفات السمنه كتير بالظبط يعني من كل حاجه أبطو ان بيحصل سادن ديث للناس اللي هم عندهم موت سمنه مفاجئ. موت مفاجئ طبعا بالظبط للناس اللي عندهم سمنه وسايبين نفسهم بالليل مش عارفين يتنفسوا، القلب مش قادر يضخ الدم لكل الجسم ده كله. فبنفيت ريسك لا طبعا العمليات اهون بكتير، وزي ما دكتور احمد اتفضل في الاول انا يعني ننصح المريض لازم تخس باي طريقه، لازم تخس، جرب الاول بالدايت وبالرياضه وات ايفر، بس لو ما عرفتش ما تسيبش نفسك كده. انت كده يعني انت كده في خطر يعني تصرف. طبعا طبعا انت كده في خطر يعني انت كده فعلا اتريسك يعني انت خطر عليك السمنه دي بتخاطر بحياتك كلها. طبعا طب انا عملت عمليه تكميم ونزلت 60 كيلو وبعدين اكلت حلويات فتخنت تاني، هل انا ممكن ارجع اجي لحضرتك احول من تكميم لتحويل مسار؟ ده بيحصل طبعا. طب بيحصل لو المريض أمل جدا طبعا تدي أمل طبعا طبعا, طبعا. خاصة المسار المصغر، تحويل المسار المصغر يعني بقى أسهل بكتير، إن يعني التكميم إن هو يتحول لمسار مصغر بقى يعني بقى موضوع سهل يعني مش بس طبعا يعني اللي يعمل تكميم ننصحه يبعد عن الحلويات ده أهم حاجة يعني بس في أمل يعني طبعا لا طبعا طبعا حتى طالما أنا ما قدرتش أتحكم في أمل يعني أنت حارب السمنة في أمل بكل الاتجاهات. طبعا حتى مثلا في مرضى زمان كان في عملية تدبيس المعدة زمان واتلغت من العالم كله خلاص يعني في بعض الناس المهم يعني هي اتلغت من العالم كله، حتى المرضى دول اللي هم لسه يعني كانوا عاملين العمليات ديت وابتدوا برضو ياخدوا حلويات برضو بنحولها بنرجعها لتحويل مسار بالظبط. هو هيخس يعني هيخس مفيش يعني نقاش بقى هتخس بالظبط. طيب في ناس يا دكتور تقول طيب انا يعني هكون فاكر الموضوع اختياري مثلا هعمل بالون معده، عشان كده عايز اوضح مع حضرتك بالون معده بيناسب مين وبيناسب يعني هل المصنف سنه مفرطه برضو ولا شخص تاني؟ يعني الكلام ده ممتاز جدا. بص حضرتك احنا برضو طبقا لتوصيات من منظمه الصحه العالميه احنا البي ام اي بتاعنا ده اللي هو معامل كتله الجسم هو ده اهم حاجه عندنا. الاقل من ال 35 دوت هو اللي ممكن يناسبه البالون اوكي، بلس برضو ان هو ما يكونش سويت ايتر، ما يكونش من اكل الحلويات، لان هي البالون دي عباره عن حاجه بتدخل من عن طريق الفم بالون وبنبدا نملاها جوه بسائل معين، فبالتالي بتبقى محسسه المريض ان في حاجه موجوده، في حاجه جوه موجوده. تمام بالظبط. في الاول مش هيبقى حاسس ان هو جعان، وبعد كده حتى لو جاع هيبقى مجرد برضه هياكل حاجه صغيره. يمكن زي الفيديو ده عشان نوضح عليه بالظبط كده، هو عن طريق الفم بندخل بمنظار عن طريق الفم بندخل نوصل لغايه المعده، نطمن طبعا ان مفيش يعني مشاكل في المعده، قرح او اي حاجه تمنع من تركيب البالون. بندخل البالون ونبدا نملاها زي ما قلت لحضرتك بالسائل اللي هو الازرق دوت، بتحسس المريض طبعا ان هو يعني شبعان، وحتى بعد كده لو جاع او حاجه هيبقى كميات الاكل هتقل، لان في جوه شيء مالي المعده بس عارفه كانه واكل اكله تقيله مش قادر ياكل بعديها حاجه تانية. بس طبعا دي ما تناسبش المرضى اللي هم البي ام اي بتاعهم
اعلى من 35 يعني بتبقى يعني هي ليها رقم وزن معين يعني ممكن تنزل كام يعني يا دكتور تقريبا؟ يعني عاده ممكن بنتكلم بصوا هقول لحضرتك على حاجه، هي برضو البالون بتحتاج من المريض نفسه مجهود غير العمليات يعني العمليات طبعا المريض غصب عنه ما فيهاش كلام خلاص يعني منحه من عند ربنا دي حقيقه والله فعلا. البالون بتحتاج شويه ايفورت من المريض لو قدر يمشي على التعليمات والتزم بالتعليمات. في ناس يعني في ناس وصلوا لغايه 35 و40 كيلو على البالون يعني نسبه نجاحها كبيره بقى. نسبه نجاحها كبيره بس محتاجه شويه مجهود من المريض نفسه. اختيار يا دكتور والايه واختيار طبعا يعني دي مهمه. مش واحد جدا. مثلا 170 كيلو مثلا 160 كيلو يقول بالزبط. انا مثلا ويقول اركب بالون ده دي يعني مليون في المية هتفشل معاه مش هتنفع لان بالزبط. هو اللي وصله ال 170 كيلو هو اكيد حاجه من الاثنين يا اما هو سويت ايتر يا اما هو بياكل اكل كميات كبيره بكميات كبيره فبالتالي البالون مش هتنفع معاه مش هتعمل معاه حاجه. احنا عاوزين بقى نتكلم على معايير الامان اللي بيقدمها مركز الدكتور اسامه في جراحات السمنه المفرطه ودي اللي هتدينا برضو راحة نفسية كبيرة جدا جدا ان احنا نقدم على الخطوة دي. الحمد لله احنا طبعا يعني اهم حاجة ان يكون الجراح المريض هيعمل معانا عملية يكون يعني متخصص في السمنة مش جراحة مثلا يعني مش جراحة عامة وكده يكون متخصص في جراحات السمنة نفسية. مهم جدا كمان دكتور التخدير وده الحمد لله احنا بنطبقه دكتور التخدير يكون عارف برضو يعني ايه مريض سمنة لان مريض سمنة زي ما قلنا هو لوحده ات ريسك هو قلبه فيه مشكله وسوق يعني هو لوحده اترس تخدير جراحات السمنه ده مخصوص مهم جدا مهم جدا فيه. ان الدكتور التخدير يكون عارف هو بيتعامل مع ايه هو مش بيتعامل مع اي مريض وخلاص دي مهمه جدا طبعا لان ممكن الدكتور في مرضى السمنه بيكون اغلبهم عنده كسور في الدوره الدمويه كل حاجه بصي يعني واتيفر اي مرض نيمت هتلاقيه موجود في فعلا بجد والله لان هي كل خليه مش مظبوط كل خليه فيها سمنه لوحدها فزي ما قلنا زي ما قلت لحضرتك احنا الدكتور التخدير برضه دي من الحاجات المهمه جدا الحمد لله احنا تيم كامل بيشتغل مع بعض يعني مهم جدا طبعا المستشفيات تكون مجهزه اللي هيشتغل فيها لان برضه زي ما قلت لحضرتك ما هياش عمليه عاديه دي عمليه برضه عمليات السمنه من العمليات اللي هي يعني مهم ان هي لازم يكون المستشفيات يكون في مجهزه طبعا المستشفى مجهزه طبعا ده حقيقي يعني الحمد لله احنا كل الحاجات دي بنطبقها مهم جدا طبعا الاجهزه اللي بيستخدمها احنا كل شغلنا سواء في الباي باس او في سواء في تحويل المسار او في التكميم كل شغلنا بيكون بالدباسات اللي هي الدباسات ديت مهم جدا ان هو في انواع منها كتيره طبعا افضلها دلوقتي حاليا امريكي طبعا يعني مهم جدا ان يكون الثقه وتضامن الحاجه دي معموله ازاي دي مهمه جدا دي بتفرق كتير في الريزلتس بتاعت العمليات نفسها يعني الموضوع بقى لنقطه مهمه جدا بتشغل ناس كتير هم بيسمعوا عن عمليه تكميم المعده او تحويل مسار المعده هل البنات اللي لسه ما اتجوزتش هيبقى في جروح هم متخيلين ان في فتح بطن مثلا عمليه يعني هو التصور جاب لهم عمليه دي زي ما قلت لحضرتك مجرد فتحات لا تتعدى ال 1 سنتي ويعني الحمد لله طبعا احنا برضو يعني بتبقى زي خرابيش بعد كده في البطن مفيش جروح يعني. بالمنظار طبعا بالمنظار مفيش الكلام ده خالص يعني مفيش يعني البنات المقدمه على الزواج انت ما عندكيش مشكله ما تقلقش بقى تخاف مثلا يكون في تشوه بالعكس انت تخافي ان السمنه دي تاخر الانجاب مليون في الميه هتاخر الانجاب يعني ده بنشوفها وليها ناس الزوجيه نفسها يعني وطبعا طبعا طبعا العلاقه الزوجيه نفسها طبعا 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 بتاثر جدا قبل الجواز هي هتروح تجيب اللبس اكيد مش هتجيب الاحجام الكبيره دي اكيد طبعا اكيد يعني ايه الاحتياطات اللي بعد العمليه يا دكتور في التكميم او بعد او في تحويل المسار انت المريض بننصحه اهم حاجه يعني ولازم طبعا يمشي على التعليمات دي كويس جدا احنا زي ما شفت حراك المعده كان هو الاول متعود ان هو يملى الحيز ده كله فطبعا صغرت في الحالتين صغرت اوكي فلازم المريض يبقى فاهم ان هو في الاول ما ينفعش ياكل مش هينفع ياكل طبعا في الاول لان المعده لسه مش متقبله ان هي تشتغل مع عمليه الطحن والكلام ده كله وحتى لو يعني لازم في الاول سوائل بنقعد ماشيين اول فتره سوائل اسبوع واسبوعين بعد كده يبدا بياكل حاجات بيبدا ياكل حاجات سيمي سوليد حاجات سوفت جدا ونبدا نفهمه بعد كده مريض التكميم على فكره هو الموضوع يعني المرضى عقبال ما بيبدا يتعود على العمليه بياخد له مثلا حوالي 3 شهور ولا حاجه ليه لان هو خلص العمليه مثلا وبعد شهر او بعد اسبوعين ابتدى ياكل هو فاكر انه هياكل زي زمان هياكل معلقه واثنين فبيبدا يتعب يعني فدايما المرضى دايما اللي هم مثلا بعد اول شهر جايين انا تعبان من الاكل مثلا لما بنبدا نفهمه ازاي ياكل طيب انت بقيت انسان جديد خلاص وبيبدا يتعود معاها ستيب باي ستيب بتلاقيه خلاص على مثلا الشهر الثاني ولا حاجه او الشهر الثالث بقى اتعود خلاص على الموضوع دوت يعني يرجعوا شغلهم بعد قد ايه؟ ماكسيمم اسبوع ماكسيمم اسبوع كله يعني الحمد لله وفي ناس والله بعد 4 أيام نزلوا الشغل واشتغلوا الحمد لله يعني ما العمليات بصراحه بقت يعني زي ما حضرتك قلت في الاول ما تسيبش نفسك للسمنه ده اهم حاجه ما تسيبش نفسنا للسمنه دي حاجه مهمه يعني جدا انا يعني 120 130 كيلو ارجع شغلي بعد اسبوع هايل يعني دي حاجه قويه جدا الحمد لله
الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله. يعني الحقيقه يا دكتور انت وضحت لنا النهارده معلومات مما فرقت لنا بين بالون المعده وتحويل المسار المصغر للمعده، كمان تكميم المعده. وكان مشرفنا النهارده في الاستوديو دكتور اسامه خليل، مدرس واستشاري جراحه السمنه والمناظير، عضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنه المفرطه، وعضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لجراحه المناظير. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. متشكرين. شكرا. مشاهدينا بكده بتكون انتهت فقرتنا. انتظرونا وفقرات جديده ومميزه من برنامجكم طبيب الحياه. الى ان نلقاكم دمتم في رعاية الله. مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة، برحب بحضراتكم في فقرة جديدة من برنامجكم طبيب الحياة. الحقيقة كلنا عارفين ان مجال طب الأسنان بقى فيه تقدم كتير جدا، كل يوم فيه تقدم، كل يوم فيه أجهزة حديثة. الزيارة اللي كنا بنخاف منها لطبيب الأسنان خلاص ما بقاش فيه أي تخوف، كأني بالضبط رايحين نعمل أي حاجة بسيطة. بس المشكلة ان الأسنان لما يكون فيها مشكلة صغيرة مع الإهمال بيكون فيه بكتيريا، البكتيريا دي ممكن تسبب مشاكل تانية كتير جدا ما بنحسش بيها غير بعد المشكلة ما بتكبر. بس الحمد لله مع طب الأسنان والتقدم وأحدث الأجهزة ما بقاش في أي مشكلة خالص. علشان كده مشاهدينا هنتكلم معاكم النهاردة في فقرتنا عن تجميل الأسنان بأحدث التقنيات، كمان هنتكلم عن تجميل اللثة وعلاجها. لكن مشاهدينا في بداية فقرتنا اسمحوا لي أرحب بضيفي وضيفكم دكتور أحمد محسن، مدرس مساعد قسم التركيبات الثابتة جامعة عين شمس، حاصل على معادلة الأسترالية، باحث في جامعة كيل بألمانيا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. منورنا يا دكتور. ميرسي، ربنا يخليك. يمكن يا دكتور زي ما انا قلت مجال طب الاسنان بقى فعلا فيه تقدم كتير جدا، في اجهزه حديثه بقت تخلينا مش حاسين بزياره دكتور الاسنان. بالظبط. عايزين نقول لمشاهدينا في البدايه ايه هو تجميل الاسنان؟ تجميل الاسنان هو سيمبلي فيجن لان انا عايز اوصل له. يعني انا النهارده بيجي لي المريض بيبقى حاسس ان هو عنده مشكله، بعرف منه ايه المشكله اللي بيعاني منها، وابتدي انا احط ابقى عندي فيجن انا عايز اوصل ازاي اعالج المشكله دي. يعني سيمبلي لو واحد عنده مشكله في اسنانه هو شايف انها مضايقاه، انا لازم يكون عندي التصور انا هوصل لايه، مش مجرد وهقدر اوصل له ازاي زي ما احنا قلنا بالاجهزه الحديثه وبالسيستم وايز اللي انا بمشي بيه بيوصلني لاحسن الاجهزه، احسن النتائج. يعني الاجهزه الحديثه فعلا بقى في نتائج وبنجاح بنسب كبيره جدا. بالظبط كده. طيب بنشوف ناس يا دكتور لما بتضحك عندهم اللثة بتبان وبيكون فيها كمان زي التهاب، يمكن احنا عارفين ان في العادي بيكون اللون الوردي البسيط ده اللثة اللي هي السليمة، صح كده؟ تمام. تمام. الناس دي تتصرف ازاي او تعمل ايه؟ سيمبلي هو بداية هو لما اللثة اي حد بيضحك وبيبقى شايف بيبقى اللثة الجزء الكبير من اللثة باين، يعني احنا بنتكلم ان هو فوق 1.5 مللي، لما يبان اكتر من كده معناه ان هو عنده مشكله اسمها جامي سمايل او الضحكه اللثويه. اوكي، ده اول حاجه بيتعالج ان انا بشوف المشكله دي جايه منين. يعني مثال بسيط، لو انا عندي سنان قصيره مش باينه كلها يبقى انا عندي مشكله ان في نمو زائد للثه على السنان. طب بعالجه ازاي؟ بعالجه ان انا بعرضه على اخصائي اللثه، بيبتدي يحدد، هيبتدي يشكل او يعمل نحت اللثه بطريقه تجميليه، يوضح شكل الكراون كامل او شكل السنه كامله، فيوصل للشكل الجمالي اللي انا عايزه. طب ايه الحل التاني؟ ممكن يبقى حد سنانه كلها باينه وشكلها حلو بس برضو في جزء كبير من اللثه بيبان، ساعتها المشكله بتبقى من الشفه، عضله الشفه بتترفع جامد. فهو الفكره كلها التشخيص الصحيح هو اللي بيوصلنا للنتيجه المظبوطه. لان هو فور اكزامبل مثلا في المثال لو الحاله الثانيه وصلت ان الشفه مرفوعه جامد، هو الموضوع مش مشكله ان الاسنان مش باينه، المشكله ثانيه في عضله الشفه، عضله الشفه نفسها هي اللي بترفع جامد. بالظبط كده. تمام. يمكن زي الصوره دي يا دكتور ولا دي بتوضح ايه؟ ده مثال بسيط للابتسامه اللثويه. في الصوره دي مثلا لسه السنان زي ما انا قلت لحضرتك السنان كلها قصيره، السنه مش باينه كامله الدايمنشنز بتاعها عامل ازاي، فهنا الدكتور بيبتدي يحدد هو ايه يقيس اطوال السنه المفروض تبقى مظبوطه،
ويبتدي يعمل نحت للثة بطريقة تجميلية بالليزر فإن أنا أوصل لأحسن نتيجة. يبقى عندي في النهاية المريض لما بيضحك أهو بقى بيبان ملي ونص أو ماكسيم 2 ملي من لسة وسنانه كلها باينة ومظبوطة. يعني هي المشكلة هنا مش في السنة ولا السنة صغيرة ولا المشكلة، لا المشكلة نفسها في اللسة هي اللي نازلة بزيادة. بالظبط كده. وبعد كده لما بنوصل للمرحلة اللي هي باينة في الصورة إن أنا خلاص عالجت مشكلة اللسة، أبتدي أعمل تجميل للأسنان. الغلط الشائع اللي بيحصل ان هو نروح على طول تجميل الاسنان من غير ما اكون عالجنا اللثه، فده في النهايه عمره بيوصلني لشكل السنه مظبوط، لان انا اصلا كل اللثه عندي مدفونه، كل السنه عندي مدفونه تحت اللثه. بسبب بصراحه كده. احراق كبير لناس كتير جدا بيكون كده. عندهم يعني مثلا تخيل حساسيه من حاجه معينه فبتضطر لنزول اللثه، لكن لا دي مشكله موجوده بالنحت او بنشيل الزيادات خلاص بتختفي. بالظبط كده. الدنيا كلها بسيطه واسنان شكلها حلو، وبعد كده نتجه بقى لتجميل الاسنان بالفينيرز او باي طريقه تانية، بس مهم لازم ابدا بالستاب دي هنتكلم بالتفصيل. لكن خلينا في نفس موضوع الليثه، يمكن ناس بيكون عندها تصبغات بتوصل معاهم لمراحل لما بيضحكوا بنشوف ما يقرب للسواد او لون بني غامق، دي مشكله تانية وتسبب احراق برضو. ايه الحل فيها؟ هو اولا المشكله دي بيبقى سببها كذا سبب، منهم ان هو ممكن ما يكونش في سبب يعني سبب مؤدي، ممكن يكون حاجه وراثيه، حاجه ريشل وايز، حاجه وراثيه هو عنده الجين ان هو يبقى عنده تصبغات على اللثه. سبب تاني مثلا فور اكزامبل السجاير او القهوه والشاي كتير. طب حلها ايه؟ بنعمل حاجه اسمها دي بيجمنتيشن او بيلينج، ان انا بشيل الصبغات دي من على اللثه، فلما هو يضحك ما يبانش الحز الاسود او المارجن البني الغامق ده، فيبقى يبان لسه اللون الوردي اللي احنا شايفينه. وده بالليزر زي الصوره دي يا دكتور. بالظبط كده. فرق كبير، فرق جدا، فرق كبير جدا. زي ما انت شايفه والصوره دي كل السواد، كل المارجن الاسود الغامق ده، كل ده اتشال بموضوع كان جلسه واحده بالليزر، الموضوع بيبقى سهل جدا. يعني الليزر هنا تدخل في انه يشيل الصبغات البنيه دي او اللي لونها غامق دي ويرجع اللون وردي تاني، مفيش اي مشكله. بالظبط كده. تمام. طيب دكتور، يمكن في طرق علاج تانيه ولا هو الليزر هو الحل؟ لا، هي الليزر ده احدث تقنيه. بس الاستخدام الصحيح للليزر هو اللي بيؤدي لي ان انا اعرف استخدمه ازاي. يعني مفيش حاجه صح مطلق. النهارده الاخصائي بتاع علاج اللثه هو اللي بيقرر هيستخدم الليزر ولا هيستخدم ولا مش هيستخدمه. فور اكزامبل هيستخدم مشرط لو في حاله جراحيه. فالنهارده لما بيجي المريض بيقول انا عايز اعمل بالليزر، انا عندي جهاز الليزر بس مهم ازاي اعرف استخدمه. لازم يكون حد سبيشالست اخصائي علاج اللثه، التخصص بقى هنا بيبان دوره. بالظبط كده، هي دي الفكره. لكن الاجهزه بتسهل لي دور الاخصائي، لكن مش بتمنع ان اي حد يشتغل بيه. مش اي حد يشتغل، لكن لازم يكون متخصص ممارس في مهاره، في الحاله دي هيطلع النتيجه 100% زي ما شفنا. 100% بالظبط. تمام. طيب نروح بقى لحاجه ثانيه وهي تبييض الاسنان. في ناس بتكون عندها اللثه تمام، مفيش تصبغات، مفيش زيادات فيها، لكن عايزين بقى يبيضوا اسنانهم. يمكن الموضوع ده جن الناس كتير. الموضوع جدا. الموضوع ده جن الناس كتير. ايوه. التبييض الاسنان هو الكونسبت نفسه ان انا عندي السنان لونها غامق او عليها تصبغات نتيجه سجاير او شاي وقهوه بافراط، فبيعمل ستينز على السنان او تصبغات على السنان. طب علاجها حاجه من الاثنين، يا اما بعمل التبييض بس ده بيبقى علاج بشكل مؤقت. يعني ايه التبييض ده؟ المريض بيجي العياده بياخد جلسه بتاخد حوالي ساعه تقريبا باحدث الاجهزه اللي هو الزوم 4. ده بيبقى بيتحط ماتيريال على الاسنان بس لازم الدكتور اللي يحطها، وبعدين بيتعرض لجهاز الزوم اندر راديشن، يعني ليزر معين مظبوط بانتنسيتي او بقوه معينه بيشيل كل تصبغات الاسنان دي. طب هنا انا عملت ايه؟ انا شلت التصبغات اللي على الاسنان بس ما منعتش انها تتكون تاني. يعني النهارده انا لو انا مدخن او بشرب شاي وقهوه كتير قوي، انا شلت الترسبات اللي انا عملتها، الراجل هيطلع المريض هيطلع سنانه بيضه بتلمع لونها الاصلي الجميل. طب انا هتقعد معايا التبييض قد ايه؟ هيقعد معايا على حسب استخدام المريض. النهارده انا لو بشرب شاي وقهوه برضو ستيل هيغمق، بس هيغمق على فتره اطول شويه. طب ايه الحل الدايم؟ الحل الدايم اللي هو الفينيرز، اللي هو القشره اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، القشره التجميليه. النهارده انا بعمل ايه؟ بعمل رفنس بس للسنه او بعمل تخشين للسنه، بشيل يعني التخشين ده بيبقى حوالي 3/10 من الملي، وبحط طبقه نفس جزء من الاسنان زي ما احنا شايفينها. بالظبط كده. انتوا شايفين هنا الطبقه دي رفيعه ازاي؟ انا التصوير ده اندر تكبير كبير، اندر ماجنيفيكيشن كبيره، فثمكر الطبقه دي ماكسيمم 0.3 يعني 3/10 من الملي. التحضير بتاعها زي ما هو باين يعني كده، يعني حاجه لا تذكر، يعني حاجه لا تذكر. بالظبط، بحضرها وبخشن في السنان وبعوض الطبقه دي على السنه نفسها.
بالظبط، بدون برد بدون اي حاجه خالص، مجرد تخشين وفي حتت معينه جايدد بالديزاين اللي انا حاطه في الاول. مش مجرد ان انا العيان بيقعد بشتغل له مره واحده، لا انا بعمل ديزاين عايز اوصل له، بمشي بارشاد الديزاين ده للاحسن احسن نتيجه ممكنه ممكن اوصل لها. ممكن يحط الفينير على كل الاسنان والضروس ولا اللي بيكونوا باينين بس في الضحكه؟ انا يعني بنسبه 99% او 90% الناس بتحط على الباينين في الضحكه اللي هو بيبقى من الضرس رقم 5 للضرس رقم 5. ده المينلي. الضروس ورا مش مفيش كونترا انديكيشن، يعني مفيش حاجه ما يمنع، بس مش هتفيدني. هما بيركزوا على الضحكه يا دكتور. بالظبط كده. لان هي ده الضحكه دي الكونفنس، ده الثقه اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب في حالات ما ينفعش معاها فينير، يعني واحد يجي يقول لحضرتك انا عايز اعمل فينيرز يا دكتور بس في مشكله او حاجه، تقول له انت مش هينفع معاك. في حالات فعلا ما ينفعش معاها؟ في حالات ما ينفعش معاها الفينيرز. هنا بيميز الدكتور بقى اللي فاهم او اللي عارف التولز بتاعته ادواته بيستخدمها ازاي. يعني مثال بسيط، لما بيكون عندي الحاله في حاجه سنان طالعه جامد او اتلخبطه في مكان السنان نفسها، هنا انا مستحيل اعوض الاسنان بالفينيرز. هنا لما احط فينيرز وانا مش عارف انا عايز اوصل لايه، هيوصل عندي في النهايه ان شكل الفينيرز مختلف، واحده طالعه واحده داخله. ساعتها بعمل ديزاين الاول بره للمريض واوريه له وبمشي جايدد بالديزاين ده، وساعات بحتاج ساعتها بنسبه كبيره قوي بحتاج ان اعمل فول كفرج اللي هو الكراون. ليه؟ لاني بشيل من حتت اكتر من حتت جايدد بالموكب اللي انا بعمله او بالديزاين اللي انا بعمله ده عشان يوصل لي في النهايه لاحدث ابتسام. طيب ممكن حضرتك تعلق لنا على الصور دي يا دكتور؟ دي حاله عامله فينيرز. هي الحاله دي كان عندها مشكله في الفينيرز قبل ما تجيلنا، ان هي عليها تصبغ، يعني عليها ستينز، عليها بواقي اللزق مبين فوق جنب اللثه، في باين مسافات ما بين السنان اللي هو اللون الاسود، اللون الاسود ده بيجمع عكس. ودي مشكله ان هو ايه، ان هو انا هعمل فينيرز من غير ما المس سناني خالص ولا حتى خشنها. ده الكونسبت اللي الناس دلوقتي بقت فاهمه ان هو ده احسن حاجه، مع ان استخدامه الغلط بيؤدي الوضع اللي احنا شايفينه ده. يعني ما نخشن السنان يعني زي ما يكون بيلزق عليها اكتر، ما بيبينش، بيلزق عليها اكتر وبيخليها تدخل جوه السبيس المحدوده ليه اكتر. هنا نفس الكيس، لما بصينا على السنان اللي تحت ما كانش مراعي ان هو يحضر كويس، فبدا الفينيس كلها تتكسر من عند الادج، من عند الجزء العلوي، لان هو المريض بيعض عليها عشان لازم يعض. طبعا ما هو مش عارف يعض، فبتدي تتكسر مع الوقت. ليه؟ لان انا ما عملتش ال 0.3 اللي هو ال 3.1 مللي اللي انا كنت المفروض اعمله. وطبعا شايفين التهاب في اللثه عامل ازاي، التهاب واضح قوي في اللثه، لان المريض المسافات اللي ما بين الفينيز دي لازم تتفتح ان هو يعرف يخط فيه، يعني يعدي فيها الخيط الطبي. هنا الدكتور ما راعاش الكلام ده كله، فقفل المسافات، لزقها في بعض، فوصل للوضع ده. يعني هنا بقى خبره الدكتور ومهارته بتبان، يعني مش اي حد نروح عايزين نعمل فينيرز الزق امشي خلاص. ما هي ده بقى، هي بالظبط ده اللي بيوضح اهميه الاخصائي في الموضوع ده، اهميه طبعًا. الدكتور الشاطر اللي عارف ازاي يستخدم التولز بتاعته وادواته المظبوطه. اكيد طبعا، يعني هو الموضوع مش في ادوات موجوده او اجهزه وبس، لا ده كمان في مهاره وفي اخصائي في النقطه دي. بالظبط. تمام، اتفضل يا دكتور. الصوره دي هنا انا كان هنا بقى بعد ما وضحنا الفينيرز بعد ما لزقناها، بس ده الوضع اللي قبل ما نغيرها. هي ضحكه وده بقى بالظبط، هي دي الصوره بعد ما عملناها. وبصراحه الضحكه اختلفت تماما، اظن حتى باين شكل رشه السنان مظبوطه ازاي. جدا شكل اللثه وهي دلوقتي بقى لونها وردي، خفت ونزلت ما بين الفينيرز مظبوطه، لان المريضه عارفه تنظف اسنانها كويس. ده الفرق بين قبل وبعد. الصوره اللي كانت قبل دي هي قبل ما تجيلنا وحواليها التهابات كتير، الصوره دي بعد ما خلصنا وصورنا وهي مظبوطه. هو بصراحه الضحكه يعني بقت جميله. بالظبط، دي قبل. دي قبل طبعا. ودي بعد. دي بعد. الفرق واضح وصريح. جدا. طيب لو في حد ما عندوش اسنان خالص، وقعت مثلا لاي سبب او في مشكله ما، ايه الحل معاه؟ عايز مثلا يركب فينير ولا في حل تاني، ولا نعمل زرع اسنان ونركب عليها فينيرز، الحل بيكون ازاي؟ لا، هو لما بيكون المريض ما عندوش سنان خالص او في سنه فقدها لاي سبب ما، اذا كان تسوس ولا مشكله في اللثه او الكلام ده كله، بيبقى الحل الامثل بالنسبه لي اللي هو الزراعه. الزراعه. بالظبط، لاني بعيد زراعه يعني السنه داخل الفك المريض تاني. وبعد كده بعد ما الزرعه بتوصل للسكسس بتاعها انها بتمسك في فك المريض، بيحط عليها كراون. لكن مش فينير، لان الفينير ده بيبقى على السنه الطبيعيه.
الفينيرز على السنان الطبيعيه بالظبط كده. لكن لو هو لو زرع اسنان بتكون طبيعي يعني بيختار ديزاين معين وشكلها برضو ابيض ومفيش مشكله خالص ومبقاش في فرق. ما تقدريش انت تحددي اذا كان عامل هنا زراعه ولا مش عامل زراعه لان الكراون بيبقى في النهايه مغطي الزرعه كلها ومتحوط باللسه المظبوطه اللي محسوبه قياساتها بالظبط، فنازله مقفله السبيسز ما بين الكراون او ما بين الكراون والسنه الطبيعيه، فعمرك بتعرفي تحددي هنا في كراون ولا مفيش، هنا في زراعه ولا مفيش، الدكتور بس اللي بيبقى عارف. طبعا اكيد طبعًا. يعني المثل بيقول ادي العيش لخبازه، فيعني المهاره والتخصص ليها دور سواء حتى قبل او بعد صح. الاهتمام. طيب بعد يا دكتور ما حد بيركب فينيرز او بيزرع الاسنان بيحتاج اهتمام طبعا، مش الموضوع ان احنا عملنا ده وخلاص ضحكتنا بقت حلوه هنبقى يبقى في اهمال. صح. اللي انا بعمله ايه؟ ان الاهتمام الطبيعي اللي المفروض اراعيه في اسناني حتى لو مش مركب اي حاجه. يعني المفروض ان احنا بنغسل اسناننا مينيمم مرتين، لو الاحسن طبعا 3 مرات في اليوم اللي هو بعد كل وجبه. انا بعد مينيمم في اليوم لازم اعدي الفلاس الخيط الطبي اتاكد ان مفيش حاجه ما بين سناني. بعمل مضمضه فريشنينج لكل يوم الصبح، ده اللي انا بعمله وبراعيه بعد ما بركب الفينيرز او كراون، لاني بركبها مظبوطه فبقت جزء من اسناني انا بنسى ان انا مركب حاجه خالص. طبعا يعني ما حدش يعتمد بقى خلاص انا اسناني بقت بيضه وضحكتي بقت حلوه مش مهم بقى اغسل سناني مره واحده في اليوم ولا حاجه. لا طبعا. بس طبعًا. مش ان اللي هيحصل لو ما عملناش كده ان الليسه نفسها هتتاثر. طبعا. فانا بعملها اكنها اسنان طبيعيه خالص. اكيد. طيب احنا معانا صور قبل وبعد كمان حضرتك ممكن تعلق لنا عليها. طبعا. اتفضل يا دكتور. دي صورة حالة كانت عايز تعمل فينيرز زي ما انتم شايفين، الصورة قبل هي اللي تحت سنانها لونها فيها جرين شوية، الأطوال بتاعت الأسنان مش مظبوطة، اللسة نفسها مش وردية ونازلة ما بين السنان مظبوط. فعلا نازلة ما بين السنين. بالظبط. احنا عملنا الديزاين بتاعنا وبعدين ركبنا الفينيرز، اخترنا لون الفينير المناسب للمريضة، مناسب لبشرتها، مناسب للون عينيها، وزي ما انتم شايفين بعد كده الفينيرز دي اتفتح لها سبيسز، يعني الخيط بيعدي طبيعي اكنها اسنان طبيعيه خالص، فده اللي ادى الوضع اللي احنا شايفينه، اللسه نازله ما بين الفينيرز، عمر ما حد يقدر يقول ان هنا في حاجه متركبه بشكل الاسنان بالدايمنشنز بتاعت اللسه اللي نازله ما بين. هي بصراحه اختارت برضو لون روج ماشي مع البياض الجديد كده. بقى بالظبط كده. طيب معانا وده شكل كمان. الاسنان من الجنب. ده اللي انا بقوله بقى ان مش اي حد بيعرف يعمل تجميل. ليه؟ حضرتك شايفه التكتشر اللي هي السطح الخارجي للفينيرز من جنب الصوره باينه، في فاريشن، في حاجه اسمها جروف ما بين الاسنان، شكل الاسنان الطبيعيه هي ما هياش مجرد حاجه يعني بلزقها على السنان وخلاص، لازم اعمل فيها الجزء الجمالي. طبعا. عشان كده ده اللي بيفرق اللي احنا بنعمله او الفينيرز المعموله مظبوط عن المؤخرة عن اللي بتتلزق وخلاص. بالظبط. بيبقى شكلها عامل زي اللبانه، بيبقى شكلها عامل زي الشيكلاتيز، مجرد بلاطه او لبانه ملزوقه على السنان، لكن هنا طبعا الوضع مختلف. طب الصوره دي يا دكتور؟ الصوره دي مريض كان عنده لسه باينه جامد قوي، في فتحات كبيره جدا بين السنان. بالظبط. هنا اتعمل له الديزاين مظبوط وعرفنا الاول ان احنا نظبط الاول مستوى اللسه، خلاص مستوى اللسه عملنا للسنان كوردنج للديزاين، شكل سنانه بقى طبيعي، ما حدش يعرف ابدا يفرق ان هو عامل حاجه او مش عامل حاجه، لان اللسه اتظبطت الاول قبل ما نشتغل. وبعد كده عملنا الكراونز بتاعتنا مظبوط. طيب معانا صوره كمان. ده مريض. لا بقى ده صعب جدا، ده محتاج شغل كتير. بس هو الشغل الكتير ده بيبقى جايدد بحاجه، انا الاول عارف الخطه اللي انا ماشي عليها، فالتشخيص والخطه هو ده اللي بيسهل عليا الشغل بعد كده. ده كان عنده مشاكل في اللثه جامده قوي، وطبعا سنان طالعه وخارجه يعني بارزه لبره وداخله لجوه، فكان لازم اعرف ارصص السنان، اعرف الترصيص مظبوط الاسنان. طبعا. عملنا ايه هنا؟ عملنا ديزاين ليها، عرفنا ان احنا نطول مستوى اللثه تحت شويه عشان اخلي نفس طول السنه ثابت. وبعد كده عملنا بعد ما خلصنا اللثه واللثه خفت اشتغلنا الكراونز بتاعنا، ظبطت الالاينمنت يعني ترتيب السنان عامل ازاي، ووصلنا للشكل ده. الراجل ده دلوقتي بقى اسنانه طبيعيه جدا، اللثه صحيه جدا، بيتعامل كأن مفيش اي مشاكل، بيضحك وهو قادر يضحك. طبعا عنده ثقه في نفسه. بالظبط. انا شخصيا بصراحه لو شفت يعني ولو هو وراني الصورتين مش هصدق ان دي كانت صورته اللي قبل ما يعمل الفينيرز. طبعا. بس يعمل هو كل اللي كانت سنانه او اللثه محتاجه. بالظبط. تمام. طيب دكتور وحضرتك معانا، لازم نعرف كل مشاهدينا ايه اللي بيميز او ايه الخدمات المقدمه من مركز وايتي لكل الناس. طيب اللي احنا بنقدمه في مركز وايتي ان احنا بنقدم تيم سبيشالايزد لكل حاجه. تمام. يعني فكره الدكتور اللي بيعمل كل حاجه دي انتهت. لا. من زمان. في كل دكتور ليه تخصص. بالظبط كده. يعني في تخصص للتركيبات والتجميل، في تخصص للزراعه، في تخصص لعلاج اللثه، في تخصص لعلاج العصب، وده اشطر دكتور بيعمله في تخصصه باستخدام بعيدا عن
المهاره والشطاره كمان بيساعدوا الاجهزه الحديثه جدا. يعني زي جهاز الليزر، زي جهاز الكمبيوتر اللي هو الروتري في العلاج العصب، بستخدم الكوم بي ام سي تي اللي هي الاشعه ثلاثيه الابعاد بتسهل لي كل حاجه طبعا. بستخدم السيرك اللي هو عباره عن ديجيتال ديزاين، انا بعمل كل حاجه كمبيوترايزد، كل حاجه اكيوريت 100% فبيوصلني لاحسن نتيجه مع استخدام الاجهزه الحديثه والخبره والاخصائيين المظبوطين بنوصل لاحسن نتيجه. يعني التخصص لما يكون في كل الاجهزه الحديثه لكن كل دكتور متخصص في الجهاز ده او في اللثه في العصب في تجميل الاسنان، ده بيسهل وبيخلي فيه نتيجه احسن. بالظبط، وبياكد النتيجه الممتازه. مش اي حد بيستخدم الاجهزه بيبقى هو متخصص او كده، لا هو كل واحد تخصصه وبيساعده معاها الاجهزه الحديثه اللي احنا الحمد لله بنوفرها في المركز. وكمان يعني ضيع الفكره ان المريض بيبقى قاعد مثلا حاسس بالم في اسنانه مش عارف ايه السبب، خايف يروح للدكتور عشان مش عارف هيعمل ايه. لا، الفكره دي خلاص راحت، هو بيجي طلق. انت عندك مشكله هتروح مثلا للدكتور كذا. بالظبط كده، لان كل واحد عارف ايه اللي هيعالجه بالظبط وايه اشطر حاجه فيها وايه تخصصه، فعنده العلم الكامل في تخصصه. اكيد طبعا، يبقى مركز واي تي مقدم خدمات كفايه ان في تخصص لكل مشكله في سنانك. طبعا دكتور انت يعني وضحت لنا حاجات كتير جدا في تجميل الاسنان وفي الفينيرز النهارده. مشاهدينا بكده وصلنا مع حضراتكم لنهايه فقرتنا، كان منورنا النهارده دكتور احمد محسن مدرس مساعد قسم التركيبات الثابته جامعه عين شمس، حاصل على معادله الاستراليه وباحث في جامعه كيلبي المانيا. نورتنا دكتور. ميرسي يا فندم، شكرا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، استنونا في فقرات مميزه من طبيب الحياه، اشوفكم على خير.